أولادي إذا شفتهم يذكروني بالله في استقامتهم، في سلوكهم، في كلامهم، في علاقتهم مع أمه، مع أبيه، مع الناس، يذكرني بالله. فشلون يأنس الأب لما يكون الابن على هذه الشاكلة؟ يا أخي 13 سنة القاسم، إلا في مثل سنة وين يروح؟ يلهو، يلعب، يأنس. سؤال عظيم لا يقدم إلا لعظماء. بني قاسم كيف ترى الموت؟ قال فيك أحلى. شلون معصوم هو القاسم؟ مو معصوم، لكن شوف التنشئة. صحيح أبوه معصوم وعمه معصوم، لكن التنشئة احنا لازم ناخذها، ما نقول احنا وين وين أهل البيت. هذه التنشئة اللي تميزنا عن غيرنا. فيك أحلى من العسل. ولذا يقولون الحسين فعل بالقاسم ما لم يفعله مع غيره. لما تقدم إلى المعركة، الرواية تقول الحسين اعتنق القاسم ساعة حتى أغمي عليه، أو اعتنقه حتى أغمي عليه ساعة. ساعة يعني فترة من الزمن. احنا نسأل الحسين، ما أدري هذه الإغماء ليش؟ طبعا أولا هو شباب وراح يقدم على موت، ثانيا كأني بالقاسم القاسم قد ذكر الحسين بأخيه الحسن. اتذكر طول الحسن، جمال الحسن، منظر الحسن. فما تحمل الحسين، اعتنقه، احتضنه، ها، وأغمي عليه. يقول الراوي ثم وين تقدم ناحية الموت وعين الحسين تلاحقه. امتطى ظهر جواده وعليه إزار وقميص وفي رجليه نعلان. يقول حميد بن مسلم رأيت غلام نظرت إليك أن وجهه شقة قمر. جمال جمال، الله على الشباب. يقول توجه إلى المعركة، أخذ يقاتلهم حتى انقطع شعسا عليه اليسرى، فنزل ليصلحه. يقول عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي اسمع هالعبارة، لئن مر بي هذا الغلام لأذكلن عمه في، لأن يتيم ما عند أبوه. يقول حميد بن مسلم قلت له ألا يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه؟ قال والله لا أفعلن. بينما القاسم، يا الله، بينما القاسم مشغول بإصلاح نعله، كمن له ذلك الشقي من خلفه. يا الله، فضرب القاسم بالسيف على رأسه. فهوى على الأرض مناديا عليك مني السلام يا عمّا. انقض الحسين على ضارب القاسم، ضربه حتى قتل، قتل من تلك الضربة. لكن من كشفت الغبر انجلت الغبرة، إلا والحسين على مصرع القاسم مناديا بعدا لقوم قتلوك. خصمهم يوم القيامة جدك. الحسين احتمل، خلى صدر على صدر الشباب. يقول حميد بن مسلم يا عجب الله، هذا شيخ وهذا غلام وصدر على صدر الحسين. يقول رأيت رجلي الغلام تخطان الأرض، ليش؟ وإذا بظهر الحسين محدودبا.
جابه ومدد ما بين اخوه يلا حق الشباب على الشباب. اي والله جاب جاب ومدد ما بين اخوته بيج عليهم يا ويلي وهم موتى اجت رملة تصيح الله مدده الحسين وهو على ذلك الجسد. وإذا الصوت خلف الخيمة أم الشباب حقها جاية تسأل عن ولدها. قل للشباب يطلعوا حتى أتفرغ إلى ولدي يا أبو علي. طلعوا الشباب إجت رملة هوت على القاسم تقل من شفت عماك لبسك تفصيلك قلت الولد معود من حومة قوم يا نسوان ودعوا شمعتش ولبسوا على العريس أثواب الرزية. صاحب ضعيف الصوت حل الذراع عني يا والد وتالي كثر التوديع مني نسف الدماء وحر الشمس فتني وبهضني ومن العطش تدرون ما ظل جلد لي بيرمق القاسم. يلا كل أم عندها فقيد غالي تتسلى بالقاسم. نظر القاسم إلى أمه اسمع وصيتي قال لها أمه عندي لك وصية. هذه وصية كل شاب بلا حبيبي يقلها أوصيك يقلها الوالدة السمعين نص جوابي شنو هالوصية شبان لو شفتيهم بالله ذكر شبابي أنا محروم من شم الهواء من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والدة وقت العطش ذكرين نادت ربيت الولد وش قد تعبت عليه قلت يكبر ولادي وكنت اظن بيه يسد عني وحشتي وبيتي يبني وموتوا للقبر بيده يوديني يوديني مو انا اللي ودي هذا ورمل على ابنها وقد شبكت بعشرها عليه أخذت من دماء تخضب به شعرها ولسان حالها ينادي يا ابني يا جاسم طابرتك راويني بغسلها يا ولادي بمدامع عيني جرحك ترى بلب القلب تشاويني بطل ونينك جاسم وحاجيني يلا تأمل بيها بطل ونينك جاسم وحاجيني من تلعلامة
حلو الجهامة يا الله ما انت العلامة. ثم نظرت إلى زينب جاسم يا زينب رقبته عدليها وبهداي دقات القلب جسيها وهاي العصابة طبرته شديها غربت عينه ونته يخفيها غربت عينه ونته يخفيها ما تنظرينا بطل ونينا ما تنظرينا. نظر إلى أمه قالها اصبري ولا تعايني لحوالي هاي المصايب والهضايم تالي ذكريني لو شفتي مكاني خالي ذكريني لو شفتي مكاني خالي. قالت يا روحي تعوفني بلاوالي قالت يا روحي تعوفني بلاوالي ربيت يا ابني وهسه تركتني ربيت اسمع جسام لو مرت علي الشباك هيجت حزني عليك يا غصن البان عريس ومنصتك حر التربان وسفافتك بالكون نشاب وزان والغاضرية قشرة عليا والغار جسام جسام قلبي بونتك مزعته والله عشر وثلاث العمر ما كملته ربيتك وليل الشتا سهرته لكن يا عقل رباي ما ضيعت اي والله ما ضاع باكر يجيك المصطفى وداحي الباب وابوك يا ابني ودمع عينه سجاه بعد وياهم اللي سقطت خلف الباب وتجتمع يا ريع القلب بالاحباب وانت العلامة حلو الجهامة وين شبكت على مهجة قلبها بالأيادي أم الشهيد يصيح ذوبته فادي مفجوع من فقد اخوتي الهي بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين بنيه الهي تقبل عزاءنا اشف مرضانا فك اسرانا رد غرباءنا وارحم شهداءنا اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك جماعتي الحاضرين احفظهم في انفسهم.